اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم انا هوريكم السياره اللي كلكم طلبتوا تشوفوها كلها من الداخل. هي التاهو الار ستيل 6.2 10 غيار 420 حصان بتعديل من بي اتش اديشن، تعديل خاص. احنا بنعمل سياره واحده تقريبا او سيارتين في السنه كلها، دي واحده منهم. كلكم طلبتوا تشوفوا تفاصيل زياده عليها ويلا بينا نشوفها من الداخل. طبعا التاهو الار اس تي احنا عارفين واجهتها طبعا اجريسيف جدا وهجوميه جدا، وزياده عن كده طبعا احنا هنا عندنا البي اتش اديشن عليها البادي كيت الكامل، الواجهه الكامل بالشبك الاسود، الشعار الاسود، البادي كيت عليها الخط الاورنج، والخط الاورنج ده ليه تفاصيل زياده. يلا بينا نشوف. الوي ويلز بقياس 22 انش من الاكساني، والبادي كيت طبعا زي ما احنا عارفين السياره دي فيها اير سسبنشن بيطلعها 2 انش فوق و2 انش تحت، يعني 4 انش فوق وتحت حسب الاستخدام. البادي كيت زي ما احنا شايفين على جسم السياره الجانبي، والامامي احنا شفناه على البامبر الامامي. السياره اسمها بي اتش سبورت، سياره مميزه جدا. الخط الاورنج ده موجود على كل مكان، تفاصيل كتير عليها، الدواسه المتحركه، دخول ذكي على الابواب. احنا لسه مش هندخل السياره من الداخل، خلينا نكمل بره بعدين نشوف. تعالوا معايا. في عندك البادي كيت كمان على البامبر الخلفي، الخط الاورنج اللي احنا شفناه في الار اس تي باللون الاورنج، 4 اكزوست شغالين. هنطلع فوق هنا نشوف السبويلر كمان على الستوب لايت والخط الاورنج. تعالوا بقى نشوف الخط الاورنج بيعمل ايه، نلفلم من الناحيه الثانيه. اللون الاورنج اللي احنا شفناه على جسم السياره من بره على كل الخطوط، على البامبر والمرايات وعلى جوانب السياره، موجود هنا بشكل اكبر كتير جدا على السقف ما شاء الله، وعلى الكراسي والتابلو والداشبورد طبعا، والسده بالثلاجه بالفريزر. زي ما انتم شايفين تفاصيل كتير جدا، سياره مميزه جدا مفيش زيها غير فقط هي السياره اللي احنا بنتكلم عنها، موديل 23 6.2 10 غيار 420 حصان ار اس تي، اربع كاميرات 360 ومضاف عليها كاميرا خمسه كمان. عندك الرادار الامامي، تنبيه التصادم الامامي، نقاط عمياء على المرايات، كده هنقول خمس كاميرات 360، فتحه بانوراما ودب اوتوماتيك وسماعات بوز وتلاجة بفريزر. والاوفر مره ثانيه هو ضمان ممدد خمس سنوات او 300,000 كيلو، واربع سنوات مساعده على الطريق، وسيرفيس خمس سنوات او 100,000 كيلو، سنه تامين شامل، وتسجيل ابو ظبي ومخفي، وطبعا ايفون 15 هديه رمضان، والسياره نفسها تاخدها وتعيد بيها. الحق لان هي سياره واحده فقط. اتصل على مهند 050-516-3525 واهلا بكم وكل سنه وانتم بالف خير.